مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة الأمثال الشعبية. قدمنا في الحلقة الماضية مثل أنشد عن الجار، وقلنا كلمة من ثلاثة أحرف وبعدها الدار، والمطلوب معرفة هذه الكلمة، والمثل هو أنشد عن الجار قبل الدار. يعني لكن الآن المشكلة أنك الدار مو على كيفك، تعطى عرض في مكان وينزل معك واحد، وإن شاء الله أن يكون الجار يسعدك، وأحيانا قد يكون الجار غير اللي أنت يعني تظنه، وخاصة في البناء والبنايات الآن والطوف والناس اللي يجرون البيوت. نتمنى إن شاء الله للجميع أن يكون جيرانهم من الجيران اللي يسعدون بجيرتهم. أما مثلنا في هذه الحلقة فيقول إذا كثرت الرعيان ضاعت، كلمة من خمسة أحرف، إذا كثرت الرعيان ضاعت، وبعدين نكمل المثل. يضرب المثل لتحديد المسؤولية، يعني الحين لما هناك مثل يماثله يقول ربانين في السفينة تغرق، إذا كان في ربانين واحد يمين وواحد يسار فتغرق السفينة. والعادة الرعيان، الرعيان الغنم في السابق ورعيان البل خاصة الغنم، يجون من الفريق هذا رعيان راعي ومن هذا راعي ويجتمعون، أحيانا يجون ثلاثة رعيان ويخلطون الغنم بينهم البين. وبعض المرات صراحة يعني سبحان الله، إذا بغوا يتفرقون صوت الراعي على أغنمة وهي يمكن تكون حوالي كلها مية، اعتزلت الغنم هذه من مع راعيها، واعتزلت الغنم هذه مع راعيها، وراحت كل غنم مع صاحبها. في السابق كانت الغنم يعني كانت في المدن اللي احنا فيها الحين، المدن الشمال وانت رايح والقرى، يضمون لهم راعي واحد ويطرشون ويرعى الغنم كلها يوديها كلها، ولا من عودة الغنم كل غنم راحت البيت أهلها. سبحان الله، حتى البهائم تعرف ما يغترها شيء. فلكن بعض إذا كثروا الرعيان، بعض الرعيان إذا اجتمعوا يعني يلهون ويسولفون وتضيع الغنم. ومن هذا على هذا الباب طبعا ورد هذا المثل، لكن المطلوب إذا كثرت الرعيان ضاعت، المطلوب تكملة الكلمة اللي بعد ضاعت، طبعا وردت في سياق كلامي. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وحل المثل، ونرحب بمشاركاتكم في حل المثل من خلال هاشتاغ أمثال شعبية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيعلن اسم الفائز إن شاء الله من خلال برنامج عصرية الذي يبث الساعة الثالثة عصرا. أتمنى لكم التوفيق، ولنا معكم لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.